بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما علاج التقصير في الطاعة والغفلة عن اليوم الآخر؟ علاجه بالتوبة إلى الله، تذكر اليوم الآخر، والإكثار من قراءة القرآن، تدبر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد،